الفيديو ده مهم جدا لكل الطلاب العرب، لاننا هنتكلم فيه عن الدراسة في بلد هي خيار جيد جدا جدا، وتحديدا للطلاب العرب، لان خيار الدراسة اللي هنتكلم عليه النهاردة ده بيتمتع بجودة تعليم عالية وكمان باسعار الى حد ما مناسبة ومعقولة جدا. تهيالي تقريبا انتوا عرفتوا هنتكلم عن الدراسة في اي بلد النهاردة، ومن غيرها طبعا اكيد بنتكلم النهاردة عن الدراسة في مصر، وتحديدا عشان الفيديو محدد جدا هو الدراسة في مصر للطلاب الوافدين، يعني الطلاب الاجانب او الطلاب العرب. النهاردة هنتكلم اكتر على ازاي التقديم على الدراسة في مصر، وعن المعدلات المطلوبة، وعن ايه هم افضل 5 جامعات، وعن الاسعار، وعن طريقة التقديم والاوراق المطلوبة منك بالظبط. كمل الفيديو للاخر لان ده فيديو مهم جدا ما ينفعش يفوتك فيه اي تفصيله. لو انت فعلا طالب حابب ان انت تدرس في بلد بتقدم تعليم جيد جدا واسعار معقوله وخدمه ممتازه، يبقى اتفرج على الفيديو ده عشان تعرف كل التفاصيل. وقبل ما نبدا على طول، خلينا افكرك ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو وتفعل زر الجرس وتعمل شير لو الفيديو عجبك. وبكده نكون جاهزين. معاكم ابراهيم من الخوارزمي اكاديمي، يلا بينا نبدا. في البداية طبعا خليني اكلمك عن شوية معلومات عامة عن مصر. طبعا بلد زي مصر مش محتاج ان انا اقولك عنها معلومات لان معروف عنها كتير جدا. خليني برضو اقولك في لمحة سريعة كده انه عاصمة مصر هي القاهرة، عدد السكان تقريبا 110 مليون نسمة، وان مصر تقريبا من اكتر الدول العربية اللي موجود فيها جاليات من مختلف الدول العربية المختلفة، وده اللي بيخلي العيشة في مصر هي تعتبر بيئة مناسبة لمعظم الطلاب العرب، لانه غالبا لو انت من اي جنسية عربية فهتلاقي في مصر الجنسيات العربية دي موجودة وهتعرف تتأقلم وتعيش معاها. اكيد كمان الثقافة واحدة، وكمان مصر بتتميز بالعديد من الاماكن السياحية، يعني سياحة وسفر وشغل ودراسة وكل حاجة. وخلينا دلوقتي نتكلم شوية عن الدراسة في مصر او نظام الدراسة في مصر عامل ازاي. طب عشان اقدم على الجامعات في مصر، ايه الاولويات المطلوبة مني؟ بداية كده خلينا اقولك ايه هما افضل 5 جامعات مصرية لو انت حابب ان انت تبص عليهم وتعرف عنهم. الجامعات دول بالترتيب طبعا هما جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة اسكندرية، جامعة المنصورة، ثم اخيرا جامعة اسيوط. دول افضل 5 جامعات في مصر. خليني اقولك ان التقديم عليهم ما بيكونش الشرط الاساسي فيهم المجموع، ولكن اهم شرط هو التقديم المبكر. وخلينا ناخد مثال بسيط بده، وهو مثلا الطب البشري. الحد الادنى للقبول فيه 75% في الجامعات الخمسة الكبرى اللي اتكلمنا عليهم دلوقتي. ازاي بقى القبول بالاولوية؟ فلنفترض ان جامعة القاهرة حاطة حوالي 15 مقعد لطلاب الوافدين للطب البشري، وفي مثلا 20 واحد قدموا على الطب البشري في مصر وافدين، والعشرين دول منطبق عليهم الشروط وكلهم جايبين 75% فيما فوق. الخمستاشر مقعد او الخمستاشر طالب اللي هيتاخدوا او هيتقبلوا هم اول 15 طالب قدموا، مش اول 15 طالب في المجموع. وبالتالي هنا لازم تفهم ان التقديم المبكر في مصر بيضمن قبولك بنسبة 100% لو انت محقق الشرط التاني اللي هو طبعا الحد الادنى للمجموع. طب ده الحد الادنى للمجموع 75% للطب البشري، طب باقي التخصصات يا ابراهيم الحد الادنى بتاعها كام؟ انا محتاج اعرف. خليني اقول لك انه كمان الطب البشري تقدر تدخله ب 70%، لكن في الجامعات الاخرى مش الجامعات الخمسه الكبرى. وكذلك الصيدله برضو نفس الكلام بالظبط. اما العلاج الطبيعي والطب البيطري تقدر تدخله في الجامعات الخمسه الكبرى من 65% وباقي الجامعات من 60%. اما تخصص مهم زي السياسه والاقتصاد واللي بيعتبر من التخصصات المميزه جدا وتخصصات القمه، فتقدر تدخله من اول 70% في الجامعات الخمسه الكبرى و 65% في باقي الجامعات. وطبعا بيسأل على كلية الإعلام أو كلية الهندسة المختلفة، فالقبول فيها من 65% في جامعات الخمسة الكبرى ومن 60% في باقي الجامعات. أما باقي التخصصات فمن أول 55% ل 50% بيتم قبولها من غير أي مشاكل. طيب خليني دلوقتي اوضح لك فكره مهمه جدا، وهي فكره الرسوم اللي بتتسمى رسوم الوافدين. هقول لك بالظبط السعر كام ومتقسمه ازاي والفلوس دي بتعتبر ايه. بدايه خليني اقول لك ان اي طالب وافد في مصر بيدفع حوالي 2000 دولار في اول سنه رسوم وافدين. دي بتدفع في اول عام فقط، وباقي السنين بتدفع السنه الدراسيه فقط بدون اي حاجه تانية. طيب الرسوم دي بتتقسم ازاي؟ دلوقتي انا طالب عايز اقدم في مصر، فعشان اقدم اوراقي اول حاجه بدفعها 172 دولار كرسوم تسجيل، ثم بنتظر الموافقه على طلبي. اول ما بتم الموافقه على طلبي وان انا هقدم فعلا على الجامعات او على التنسيق، بندفع 172 دولار تانية رسوم تنسيق، وبعديها بندفع 150 دولار رسوم نادي الوافدين، واخر حاجه هي رسوم القيد 1500 دولار رسوم قيد الوافدين.
لما نيجي نجمع الحسبة دي كلها هنلاقيها حوالي 2000 دولار بتدفع في أول عام فقط. طيب في أي رسوم إضافية تانية؟ في رسوم تانية إضافية لو أنت شهادتك قديمة. يعني إيه لو شهادتك قديمة؟ فلنفترض إن بتقدم دلوقتي في 2024 والشهادة بتاعتك من 2022، إذن أنت ساعتها هتدفع رسوم حداثة 300 دولار عن كل سنة. يعني أنت لو الشهادة بتاعتك من سنتين يبقى أنت هتدفع 600 دولار. طب ده كلام جميل جدا. طبعا أنت مستنيني أقول لك الجزئية المهمة اللي أنت مستنيها من أول الفيديو، وهي أسعار الدراسة في مصر عاملة إزاي. قبل ما أقول لك الأسعار خلينا أفكرك إنك لو محتاج تستفسر عن أي حاجة أو تسألني عن أي تفاصيل لها علاقة بالدراسة في مصر أو الدراسة في الخارج عموما، تقدر تتواصل معانا من خلال الأرقام اللي موجودة في صندوق الوصف أو من خلال الشريط اللي موجود قدامك دلوقتي. أما بالنسبة للأسعار فخلينا ناخدها كده واحدة واحدة. أول حاجة طبعا الطب البشري أو طب الأسنان اللي هو بيهم قطاع كبير جدا من الطلاب العرب، وتخصص مطلوب جدا لأنه تخصص قوي جدا. تحديدا لو قدمت عليه في الجامعات الخمسة الكبرى في مصر فأنت تقريبا بتتقبل في واحدة من أفضل 800 جامعة في العالم. جامعة القاهرة نفسها من أفضل 400 جامعة في العالم. وبالتالي هي فرصة كويسة جدا انك تقدم على الدراسة في مصر. وسعر الطب البشري او طب الاسنان في مصر في الجامعات الخمسة الكبرى بيكون 8000 دولار، اما في باقي الجامعات بيكون من 6000 ل 7000 دولار. ولو جينا نتكلم على الهندسات عموما فبيكون موجودة برضو في الجامعات الخمسة الكبرى من 6000 دولار، وفي باقي الجامعات 5000 دولار. وباقي التخصصات بتكون موجودة من 4000 ل 5000 دولار على حسب طبعا الجامعة والتخصص. في اي تفاصيل تانية تخص الاسعار في مصر؟ دلوقتي لو انت طالب سوري او فلسطيني او سوداني هيكون معمول لك خصم كويس جدا على الدراسة في مصر، والخصم ده بيكون كالآتي. لو انت سوري او فلسطيني فبيتعمل لك على المصاريف الدراسية خصم 50%. وركز في الكلام اللي انا بقوله عشان الكلام محدد جدا، الخصم بيكون على الرسوم الدراسية، اما رسوم الطلاب الوافدين ل 2000 دولار اللي اتكلمنا عليهم ما بيتمش عليها اي خصم، الخصم بيكون على الرسوم الدراسية. يعني احنا دلوقتي لو انت طالب سوري او فلسطيني وبتقدم على الطب البشري في مصر في الجامعات الخمسة الكبرى اللي هو ب 8000 دولار فانت هتقدر تدرسه ب 4000 دولار. اما الطالب السوداني فيقدر يحصل على خصم 70%، يعني التخصص اللي ب 8000 دولار هيدرسه تقريبا ب 2400 دولار او 2600 دولار. طبعا ده خصم ممتاز جدا سواء للسوريين والفلسطينيين او للسودانيين، لان مين يتوقع انه يدرس دراسة طب بشري في واحدة من افضل 500 جامعة في العالم من 2600 ل 4000 دولار؟ طبعا سعر كويس جدا، واعتقد كمان انه مناسب لكتير جدا من الطلاب اللي ممكن يدرسوا في مصر. طيب نقطة مهمة جدا برضو بتهم كل الطلاب، وهي فكرة السكن. طبعا مصر في معظم الجامعات اللي موجودة تحديدا الجامعات الحكومية موجود فيها سكن جامعي مميز جدا، واسعاره ما بتكونش عالية قوي. لكن كمان انت عندك فرصة كويسة جدا ان انت يكون عندك سكن خارجي، مش شرط يكون سكن جامعي، واللي عادة ممكن يكون ارخص شوية من السكن الجامعي. عشان كده انت في مصر عندك اكتر من خيار تقدر تختاره في موضوع السكن والاقامة عموما. طيب التقديم على مصر، ايه الاوراق اللي مطلوبة مني عشان ابقى جاهز ان انا اقدم على الدراسة في مصر؟ طبعا بنحتاج اوراق كتيرة جدا، اولهم اكيد هي الشهادة السنوية، ثم شهادة الميلاد، وطبعا جواز السفر، وبالنسبة للسودانيين مسموح جدا انك تستخدم كارت المفوضية، واخر حاجة بنعوزها هي بيانات الاب والام. وبالبيانات دي كلها او الاوراق دي كلها بنقدر على طول نقدم على الدراسة في مصر. لو جينا في الاخر كده لخصنا مميزات الدراسة في مصر وايه قلنا ايه هي اهم النقط اللي تخليني اروح ادرس في مصر، هنلاقي اكتر من نقطة، زي انها بيئة مناسبة لكل الطلاب العرب، كمان فرصة تعليم عالية جدا بجودة ممتازة وباسعار معقولة، والاقامة الى حد ما مناسبة ماديا جدا، وطبعا العديد من الاماكن السياحيه اللي ممكن تتبسط جدا فيها زي الاهرامات ونهر النيل برج القاهره، وطبعا كل مدينه موجود فيها اكتر من حاجه تقدر انك تعيش بيها بشكل ممتاز. اخر حاجه هقولك عليها في الدراسه في مصر هي تعتبر نصيحه اخويه، لو حابب فعلا تقدم على مصر هو لسه التقديم ما فتحش، لكن احنا محتاجين نجهز الاوراق باسرع وقت، عشان زي ما شرحت لك في بدايه الفيديو فكره التقديم بالاولويه، يعني لازم اول ما تفتح التقديم على مصر يكون ورقك جاهز ونقدمه على طول، فبالتالي نضمن القبول بنسبه 100%. لو حابب تقدم دلوقتي او تعرف بالظبط الاوراق المطلوبه او ازاي تقدر ان انت تقدم على الدراسه في مصر، تلاقي الارقام بتاعتنا موجوده في صندوق الوصف، تقدر تتواصل معانا دلوقتي او حتى من خلال الارقام اللي موجوده قدامك دلوقتي في الشريط. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، ويا رب تكون استفدت. نتقابل في فيديو جديد. كان معاكم إبراهيم من الخوارزمي أكاديمي. سلام.